صباح الخير من جديد، مكملين وياكم ومتواصلين، وصباح الخير لكل المنضمين ويانا في الأوقات. حديثنا الحالي حول بالتأكيد الإبداعات الفلسطينية في القطاع الرياضي وفي المجالات الرياضية وتحديدا في رياضة الفروسية. نتحدث اليوم عن بطلة الفروسية للشمال والتي حصدت الكأس في البطولة التي نظمت مؤخرا. بطلة الشمال الفروسية مريم أمين بشارات من نابلس، يسعد صباحك مريم وألف مبارك بداية. الله يبارك فيكي. يعني مريم، قبل ما نحكي عن الفروسية ما شاء الله عليك ونحكي عن كل تفاصيل البطولة، عارفين عن حالك والسادة المشاهدين، من هي مريم أمين بشارات؟ أولا اسمي مريم بشارات، عمري 13 سنة، أصل فلسطين وانولدت في عمان. أهلا وسهلا فيكي مريم. يعني إذا ما حكينا عن الفروسية، من أمتى بلشتي تعلم الفروسية وإيش الدافع اللي كان أو السبب اللي خلاك أنك تكوني أحد المشاركين أو أحد المنضمين لرياضة الفروسية؟ بلشت من عمري 4 سنين، والدافع كان طبعا أهلي أول شيء، وثاني شيء كنت أحب رياضة الفروسية والحيوانات كثير. كنت أحب أنا صغيرة كثير، يعني أحب الأحصنة والخيول، فهذا كمان دافع خلاني أركب الخيل. يعني بلشتي من عمر كتير صغير، لو بنحكي من 4 سنين، يعني كنت لسه في بداية الطفولة، وبالتالي قديش كان الموضوع يعني كان سهل كان صعب، وكيف استمريتي حتى عمرك الحالي وما شاء الله عليك صرتي بطلة للفروسية، مش فقط يعني هاوية أو يعني راكبة للخيل أو الفرس؟ طبعا كان صعب أوليتها، كان يعني بده شوية تمارس، أما بعد ف يعني أصلا هذا بيني وبين الحصان نفسه شيء كتير كبير، فمستحيل أتركه. أنا كتير كتير إشي حلو يكون عندك أنت حصان وتركبي أنت كفارسة. حسيتي انه يعني اعطاكي اشياء او قوى شخصيتك، يعني او اعطاكي ممكن اختلاف بشخصيتك ما بين سابقا وما بين الفترة الحالية، يعني تعلمك للفروسية؟ تخلف كتير لا، بس حب الحيوانات صحيح تغير في حب الحيوانات فرص صحيح. نعم مريم، ممكن أحيانا بعض الأشخاص أو بعض يمكن الأهالي كمان بيخافوا كتير على أولادهم أو على بناتهم، وبالتالي يمكن في كمان فكرة الفرس والخيل شوي يكون في له جانب من الريسك أو الخطورة، كونه مثلا لا سمح الله من السقوط أو ممكن أي حادثة ممكن تصيب أي لاعب أو لاعب أو راكب للخيل، وبالتالي كيف أنت واجهتي هذا الخوف؟ كيف أهلك كمان دعموك لحتى تواجهي هذا الخوف وتتحديه وتكوني لا بكل سلاسة وبكل شجاعة وبكل حب أيضا أنك تكوني بطلة فروسية؟ طبعا أنا صار في هاي الخطورات، وقعت أكثر من مرة، بس دائما كنت أقوم أو أوقف، يعني إذا كان الخطر شوي كبير كنت أعيط أبكي بعديها، بس أرجع زي ما كنت وأمارس وأضلني في الرياضة. مريم عم تسمعينا منيح؟ بتمنى انك تثبتي بس اللابتوب اللي عم بتحكينا منه لحتى نقدر نسمعك بصوره واضحه. عن البطوله المؤخره اللي توجتي فيها بطله فروسيه، نحكي عن البطوله، عن منظميها وعن الفكره تاعتها، وايضا ايش التفاصيل مشاركتك كانت فيها؟ تعيد السؤال؟ نعم مريم، سمعتيني مريم، كنت بتسأل عن مشاركتك ببطولة الفروسية اللي شاركتي فيها مؤخرا وتوجتي بالمركز الأول وبطل للفروسية، نحكي عن منظمين هذه البطولة وكيف كانت تفاصيلها، عن المنافسين عن المشاركين فيها.
صعبة، ولذلك كمان كنت من الأسرع غاد. فهي كنت أشارك في فئة التسعين. فئة التسعين هي ضد الزمن، فلازم تكوني سريعة. فكنت أنا من الأسرع، فحصلت على المركز في هذه البطولة. نعم، كيف كانت أجواء المنافسة وأجواء المشاركة؟ كان في حماس، كان في خوف، كان في توتر، ولا كنت واثقة وعلى ثقة تامة بأنك إن شاء الله راح تحصدي المركز الأول؟ قبل دخولي إلى الساحة كنت متوترة طبعا، أما بعد عندما قفزت آخر حاجز كل خوف راح، وعرفت إنه حصلت وقدرت اللي كنت أنا أحلم منه. مشاركتك في بطولات مشابهة أو عدة بطولات، كم بيعطي مريم قوة ودافعية أكبر لحتى تستمر في عالم الفروسية وإنك تكملي في هذا المجال، وإن شاء الله تكوني أيضا بطلة على ليس فقط مستوى فلسطيني إنما ممكن تكون مشاركات عربية أو دولية؟ سمعتيني مريم؟ سمعتك. نعم، كنت بتساءل مشاركتك في مثل هذه البطولات كم بيعطيكي دافع ومزيد من الشجاعة إنك تشاركي أيضا على مستوى ليس فلسطيني فقط، ممكن عربي وممكن دولي إن شاء الله. الدافع كبير جدا، فيعني طبعا انت مش لما تركبي بطولات مش من اول مره. انا كمان يعني حاولت عدة مرات للحصول على مركز. كان أول مرة لي كان عمري 80، حصلت على المركز الثالث. فمن وقتها أنا صرت أفوت بالرياضة أكثر عشان أحصل على مراكز أكبر. وصحيح جميل جدا. مريم، ممكن تحكي لنا عن الداعمين والشركاء معك وعن المدربين أيضا، كيف كانت التدريبات؟ وكونك أيضا أنت طالبة مدرسية وبالتالي كيف بتوازني ما بين تدريباتك للفروسية ومشاركتك في مثل هذه البطولات وأيضا ما بين يعني تعليمك الدراسي؟ أول شيء شكرا كبير إلى خالد زوارع مدير هذه الرياضة. كمان أمارس بين المدرسة وهذه الرياضة شوي صعب كان إلي، بس هلأ صرت طبعا أروح المدرسة أرجع البيت أتغدى بعدها أطلع الرياضة، فصرت أوازن شوي بين الرياضة والدراسة. جميل جدا. لمين بتوجهي اليوم شكرك من بعد ما ما شاء الله الكأس عم بنشوفه بالخلف عندك مريم، وإن شاء الله مزيد من الكؤوس والمراكز الأولى في بطولات مختلفة، بس لمين بتوجهي ممكن شكر لناس كانوا داعمين لإلك، مشجعين، محفزين لمشاركتك في البطولات أو للفروسية؟ أول شيء طبعا أهلي، ثاني شيء أبو خالد جبارة، وثالث شيء مدربي أحمد الودوي. كل الاحترام لهم. مريم، سؤال أخير إذا أمكن، رسالتك لكل الفتيات اللي عندهم ممكن هواية وحب للفروسية لكن لسه مش متشجعين إنهم يكونوا يعني على نفس السياق اللي أنت ماشي عليه، إنهم ياخذوا تدريبات، إنهم مثلا يشاركوا ببطولات، ينافسوا، إيش اليوم بتوجهي لهم رسالة من منطلق تجربتك ومن منطلق يعني كونك بطلة للفروسية؟ ركوب الخيل شيء جميل جدا. أيضا الحيوانات كمان شيء كتير منيح، بغير بنفسيتك كبنت إنك تكوني أنت راكبة خيل وتكوني أنت كمان مع حيوانات، فهذا رح يغير من نفسيتك كتير، ورح تقوى نفسيتك كمان.
فأنا سمعت كثير إنه في بنات كثير بحبوش الحيوانات، فلما تصيري أنت تركبي الخيل وتجربي رح تتغير نفسيتك كثير. جميل جدا، إن شاء الله دايما بتكوني متميزة وأيضا بطلة للفروسية، ونبارك لك كمان أيضا بأن تكوني بطلة للفروسية على مستوى عالمي إن شاء الله، ومزيد من النجاحات والتوفيق لإلك مريم. نشكرك جزيل الشكر بطلة الشمال للفروسية مريم أمين بشارات، وكل التوفيق لإلك. كنا سعيدين جدا باستضافتك. عفوا. يعني كنا وإياكم مشاهدينا الكرام مع بطلة الفروسية، يعني هذه الرياضة الأكثر من رائعة، واللي لا شك أنها هي عم بتقوي شخصية وتعطي مهارات وتطور من مهارات الشخص والفرد، وبالتالي دائما نسعى إلى تطوير مهارات أطفالنا وأبنائنا بمختلف المجالات وبمختلف ممكن الرياضات والهوايات اللي بيحبوا أنهم يكونوا هم ضمن إطارها وضمن نهجها. إحنا كنا نحاول بالتأكيد استضافة